أليكسي نعمة، مدير الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر اللبناني. بونجور أليكسي. يعطيكم العافية. وانت كمان. ليك في حدا بعت لي هلا قال لي عبدو ليك قد ما صرت لاعب ورق هالفترة انه قاعدين بالبيوت مرقت على حاجز درك، قال لي قطع، قلت له فت. هيدا اللبناني، شو بدك تعمل؟ دغري 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 تحضر الخبرية. طبعا أليكسي، عملياتكم بالساعات الماضية أكيد تحصلت الحوادث 24 ساعة اللي قطعوا عنا 13 حادث 18 إصابة موزعين على بيروت، 3 حوادث 3 إصابات. لأول مرة شمال لبنان صفر حوادث. الحمد لله. لبقى 3 حوادث 4 إصابات، الشمال 5 حوادث 2 إصابات، والجنوب حادثين و3 إصابات. تتوزع أنواع الحوادث بين دراجات نارية وسيارات، أما الأسباب بتعود كلها للسرعة. أما بالنسبة للمهام اللي قمت فيها فرق الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر، سجلت 464 مؤمن موزعين على 280 حالة طوارئ، 168 نقل مريض عادي و16 نقل مريض من مستشفى إلى أخرى، بالإضافة للمهمات اللي كنا عم فيها بمحطة كورونا اللي هي مجموعة 175 مؤمن خلال 24 ساعة. هذا كل شيء. ميرسي لك أليكسي، يعطيك العافية أنت كمان وكل عناصر الصليب الأحمر.